بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ثانيا، نكمل لكم فوائد الشمندر البنجر الأحمر، أنه يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب، لأنه يحتوي على مادة البيتين، مادة البيتين وحمض الفوليك، فوليك أسيد، البيتين أو البيتين، وهو نوع من أنواع فيتامين بي مع حمض الفوليك، فكل منهما يؤدي معا إلى خفض الكوليسترول في الدم، وهو ما يمنع الأمراض الشريانية التي تصيب شريان القلب الأورطي أو الداجي وتؤدي إلى انسدادات، ومن ثم لا قدر الله عمليات قلب مفتوح وتوسعة ودعامات وإلى غير ذلك من هذه الأمور الخطيرة. فلتجنب ذلك عليك بأخذ كوب من الشمندر أو البنجر الأحمر يوميا، بإذن الله يقيك من خطر الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين ومشاكل أمراض القلب الخطيرة.